السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كيف دايرين؟ بعدا بخير، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم الصيدلة والأدوية. مهم فيديو اليوم نتكلم لكم على واحد المنتوج زوين اللي هو عبارة عن فانيد كينا، سميتو دكتور غوجي، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. اليوم نتكلم لكم على ديال خاص بالإيمينيتي، المناعة، ولا غورج، الحلق، ودكتور غوشي اللي خاص بالجهاز التنفسي والحلق، والحلق يعني ديك الالتهابات اللي كتكون في الحلق والبرد. المهم هذا المنتوج زوين، يعني طبيعي طبيعي، يعني فيها كيتكون من الزعتر البري اللي كيساهم في تأمين الراحة الشاملة للجهاز التنفسي، وكيعالج على علاج السعال والتهابات الشعبية والربو والبلغم، ويساعد على تسهيل خروج المخاط، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب، كما يعني هو مسكن للآلام ومنشط للدورة الدموية وقاتل للميكروبات. يعني هذا العنصر اللي فيه ديال الزعتر، هذا يعني العنصر اللي فيه ديال الزعتر، يعني عنده هاد الفوائد كاملة، حيت فيه الزعتر هذا بالنسبة اللي كيخفف لنا وكيهدئ لنا ديك الالتهابات اللي عندنا في الحلق والجهاز التنفسي. هاد الشكل هذا هوايا. مهم. والفيتامين سي كما هضرت لكم عليه من قبل، عنده فوائد فعالة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وشفاء كثير من الأمراض يعني الفيروسية، وكيخفف لنا وكيخفض ضغط العين المرتفع. فيتامين سي كذلك كيدير لنا واحد الإحساس بالطاقة والحيوية، وكيحدنا من الأفراز الأضرار يعني الناجمة عن السموم. وكما ذكرت لكم قبل كينتجنا الكولاجين المهم للجلد، وكيقللنا من التعب والإرهاق. يعني هذه الأدوية اللي دابا كتشوفوها مكمل غذائي، مكمل غذائي، هادو مزيانين. يعني أي حاجة طبيعية ما تخافوش منها، ما تخافوش منها. كتاخذ حبه ثلاثه الخطرات في النهار، يعني كيتستعمل الاطفال. بعدا نقول لكم كيتستعمل الاطفال الاكثر من 3 سنوات، يعني حيت هو كيتمص يقدر ياخذ 3 المرات في اليوم. البالغين يعني كياخذوا قرص واحد 3 المرات في اليوم، يعني مزيان. حيت هذا البرودوي، هذا المنتوج يعني مكون غير من مواد طبيعيه، الزعتر ومستخلصات النبات، وفيه الزيت الاوكاليبتيس وعسل، يعني واحد مصوبينه من العسل، يعني ما تخافوش منه. هذا مزيان لهاد نزله البرد كما قلت لكم، والحلق التهابات الحلق مزيان. الثمن ديالو 39 درهم، 39 درهم. كياخذوه كما قلت لكم الاطفال اكثر من 3 سنوات، كياخذوا قرص واحد 3 المرات في النهار، وكيتمص هوايا. وبالنسبه للبالغين 3 الخطرات في النهار، في الفطور الغداء العشاء كيتمص. ها هو الشكل ديالو كي داير، كيتمص هذا هو. والثمن ديالو 39 درهم، 39 درهم. بالنسبه اللي بغى يقوي المناعه ديالو بحال هذا، غير هو هذا زايد الايمينيتي، يعني اللي بغى يقوي المناعه هذا حتى هو مزيان. هو حتى هو الثمن ديالو 39 درهم، 39 درهم. يعني كيدعم لنا النظام المناعي والوسائل الدفاعيه للجسم، وكيهدئ لنا الحلق، وتا هو فيه الفيتامين سي اللي كيساهم، ليه هضرت لك ديجا هضرت لكم عليه، كيساهم في تحسين وظيفه الجهاز المناعي ويقلل من الشعور بالتعب.
يعني هذا الشيء كله ديجا كنت قلت لكم، حتى هو نفس الطريقه. الاطفال اكثر من 3 سنوات يعني قرص 3 مرات في اليوم كيتماص، البالغين قرص واحد من قرص 3 الخطرات يعني قرص واحد 6 مرات في اليوم كيتماص. يعني غير ما تزوجوش الجرعه اليوميه الموصى بها يعني. وحيت هذا نسيت ما قلت لكمش، هذا ما كيناسبش النساء الحوامل والمرضعات. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. هذا ديال لاغورج وديال التهابات الحلق، وفيه الفيتامين سي وفيه الزعتر 39 درهم. هذا هو فيه الفيتامين سي، وهو اللي زايد في هذا هو الايمينيتي بالنسبه للمناعه، اللي باغي يقوي المناعه. الثمن ديالو 39 درهم، 39 درهم. ها هو مزيان. المهم هادو ها هما باش تشوفوهم 39 درهم. المهم هادوك ما تخافوش منهم حيت طبيعيين، اي حاجه طبيعيه ما تخافوش منها يعني، واخا تشربوها يعني ما تخافوش منها. المهم ان شاء الله نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله ديما فيديوهات جداد، وان شاء الله يا ربي خليكم على خير. ونتمنى يعني تدعموني وما تبخلوش عليا بالاشتراك والاعجاب والمشاركه مع الاصحاب والاصدقاء. المهم فيديو اليوم انتهى، ونخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.